وللتعليق مشاهدينا على مقال صحيفة عمان العمانية بخصوص موضوع الإدارة عن الزمن الصعب، يسرنا أن نستضيف معنا أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد في معهد الإدارة العامة الدكتور فيصل البواردي. مرحبا بك دكتور فيصل. بداية دكتور فيصل، أهلا وسهلا، كيف تكون الإدارة برأيك ناجحة، وما هي أسس ومقومات نجاح العمل الإداري في أي مؤسسة أو شركة؟ نعم، طبعا أولا نبغى أذكر شيء معين، يعني دائما الباحثين يتكلمون عنه والممارسين، وهو أن الإدارة الناجحة هي علم وفن. يعني لا يمكن أن ينجح الحاصل على المؤهل العالي نتيجة أنه حاصل على مؤهل، ولا يمكن أن ينجح لإمارة العمل، لكن هناك حالات فردية قد تكون يعني سبب في ذلك. لكن خلينا نقول إيش هي يعني الخصائص اللي يجب أن تكون في الإدارة الناجحة. هي خمسة وظائف الإدارة، يجب أن يكون لديه التخطيط وقدرة في التخطيط، يجب أن يكون لديه قدرة على التنظيم الفعال، يجب أن يكون لديه أيضا الإشراف الفعال، ويجب أن يكون لديه قدرة على رقابة الأداء ومن ثم توجيه العاملين لتحقيق الأداء المتميز. وبالنسبة للجزء الآخر اللي سألت اللي هو مقومات نجاح العمل الإداري، يجب أول شيء أن يكون المدير قادر على فهم الأهداف اللي عنده، هل هي واضحة أو لا، وبالتالي يضع لها يعني خلنا نقول خطة لتحقيق تلك الأهداف، ومن ثم ينظم العمل بين العاملين أو بين الإدارات، ثم يستطيع أن يشرف على العاملين ليقومون بأداء العمل، وبعدها يستطيع أن يعرف الانحرافات في العمل ويقوم بعمل التطوير اللازم لذلك. نعم دكتور فيصل، يعني أفهم من كلامك من خلال إجابتك السابقة أن أي مدير أو أي شخص مكلف بالإدارة حينما يطبق الأنظمة التي ذكرتها، سواء الخطة أو بناء استراتيجية أو تفهم طبيعة العمل، في الغالب هل سوف ينجح، أو ربما يكون هناك أشخاص يعملون هذه الطرق ولكن هل في احتمالية أن يفشلوا؟ لا، هو شوف، خلينا أول شيء نقول هل عنده قدرة على التخطيط الفعال؟ هل لديه؟ كثير من الناس يقول لك أنا أعرف، لكن لما تقول له إيش الخطة يجد عنده فجوة، ما هو عارف إيش هي. يجي يقول لك والله أنا عارف التنظيم وش يصير وكذا، لكن لما تقول له طيب أنت تمارسه في العمل يقول لك والله أنا ما أعرف أمارسه، لكن هو لديه معرفة نظرية، يعني قصدك دكتورة؟ نعم. لما نقول معرفة معناته أنه قد يكون عنده تأهيل أو يكون حضر محاضرات، لكن ليس بالضروري أن يكون قادر على ترجمة هذه المعارف اللي حصل عليها في المؤهل إلى واقع العمل. برأيك لماذا طيب دكتور؟ هل مثلا نقص الخبرة أو عدم تكيف مع البيئة؟ ما هي الأسباب برأيك دكتور؟ لا، هي الأسباب عدم وجود خلنا نقول قيادات فعالة في الأجهزة اللي تقوم بعملية نقل المعرفة والمهارة لمن يرأسونهم، حيث أنك المفروض أنك تصنع قيادات قادرة على مواجهة صعوبات العمل والتكيف مع الظروف المحيطة. وأيضا في أمر معين وهو مهم جدا اللي هو تحليل المشكلات وصنع القرارات الإدارية. نحن نفتقر إلى هذه في العمل. كثير من الناس لما يجي موضوع معين لا يستطيع أن يفهم المشكلة، وأيضا يواجه مشكلة أكبر في اتخاذ القرار المناسب، في القرارات أكثرها غير صائبة. نعم طيب دكتور، بلا شك هناك عدة أشخاص يعني لديهم حب العمل وبجانب أيضا الاهتمام، وهذه صفات بارزة للأشخاص الذين يبحثون عن النجاح، لكن إلى أي مدى ممكن دكتور ينعكس نجاح الإدارة على إدارة العاملين كفريق واحد؟ ما في شك، خلينا نترجمها بأسلوبين، فيه القائد الناجح وفيه المدير السلبي. القائد الناجح هو اللي يستطيع أن يبني بيئة عمل فعالة ومحفزة حتى لو لم تكن عنده نفس المقومات اللي عند المدير السلبي. بينما تجد المدير السلبي يمكن عنده مزايا حوافز خارج دوام وكذا، لكن مع ذلك تجد العاملين لا يرغبون في العمل، وكثير منهم تجد يقول لك أنا ودي أترك الإدارة، أنا بنقل من الإدارة، مما يعني أنه خلق بيئة سلبية عكس اللي يخلقها القائد الناجح اللي يكون محفزا لبقاء العامل. واضح دكتور فيصل. إذا كان معنا أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد في معهد الإدارة العامة الدكتور فيصل البواردي، شكرا جزيلا لك.